السلام عليكم ورحمة الله أيها المشاهدين الأعزاء. دائما يحتاج الإنسان لتغيير الأجواء، وأحسن مكان لهذا التغيير هي عين فردوس. مرحبا بكم في مدينة بني ملال. عين فردوس للاستجمام وللراحة. هذا الشلال الأول وهو شلال من عين، أمر مبهر فعلا. يا سلام على عين فردوس. هنا ننتقل من شلال إلى آخر، الشلال الكبير في عين فردوس، ثم الشلال الثاني. ولله الحمد المياه متوفرة كثيرة جدا في عين فردوس. يا سلام. من أحسن العيون في المملكة المغربية عين فردوس، تنبض بالمياه التي لا تنقطع بصبيب عالي. هذا هو منبع العين هنا، ولله الحمد. وتنتقي المياه بعد ذلك تدريجيا نحو الشلال الأول ثم الشلال الثاني. فضاء عين فردوس رائع جدا لتغيير الأجواء وللمتعة وللرياضة، رياضة المشي. لاحظوا صبيب المياه في عين فردوس من بين العيون في المملكة التي لها هذا الصبيب العالي. وجهزت بعض الصنابير لشرب مياه العين هنا، وهي تنبض بالمياه دون انقطاع. هندسة الحدائق عين فردوس، حديقة مميزة بتصميم رائع وخضرة في الأرض. يا سلام. ويتوجد مقابل الشلال الأول الرائع بصبيب مرتفع جدا. يا سلام على عين فردوس، مكان فعلا للنزهة وللراحة وللرياضة المفضلة، رياضة المشي. يا سلام على عين فردوس. We'll be right back.
فعلا المتعة هنا في عين سردون، الحدائق مزينة بشكل رائع، والمياه تتدفق من عين بصبيب عالي، وشلالين رائعين، الشلال الأول هنا والثاني في الخلف. يا سلام على عين سردون. أكشاك في طور البناء. يا سلام، نحن في مكان ممتع جدا، عين سردون، وكل أجواء مناسبة هنا للاستمتاع بخرير المياه من شلال أول ثم شلال ثاني في الخلف. لاحظوا، فهي مياه العين تخرج من تحت الجبل هنا. يا سلام على عين سردون، المتعة فعلا.